سلام عليكم. ان شاء الله هنكمل باقي محاضرات اللي هي النيرف، وعندنا المحاضرة دي مهمة لان هي اللي هتجمع الافكار بتاعتنا اللي خدناها عن الاكشن بوتنشال. طيب اول حاجة اخدنا ان انا لما هنا ببتدي استيميوليت اللي هي النيرف، فالنيرف بيستجيب والاستجابة بتاعته بتبقى في صورة ايه؟ قال لي في صورة الاكشن بوتنشال. طيب بداية الاكشن بوتنشال عندي فين؟ قال لي بداية الاكشن بوتنشال بتبتدي من النقطة الاولى بتاعت اللي هي الاكسون بتاعي، ده اللي هو الاكسون بتاع النيرون او اللي هي النيرف فايبر بتاعتي. فانا بدايتي عند اريا اسمها الاكسون هيلوك. طيب وش معنى اريا دي الاكسون هيلوك؟ الاكسون هيلوك دي مليانة عدد كبير من الفولتج جيتد صوديوم تشانلز، فبيفتحوا فبتقدر توصل لثريشولد وتعمل الاكشن بوتنشال. والاكشن بوتنشال اللي هيحصل ده يبقى نتيجة لإيه؟ لازم يكون نتيجة الاستيمولس، والاستيمولس ده يكون أديكويت استيمولس. أديكويت استيمولس اللي هو مين؟ اللي هو ثريشولد استيمولس. من هنا هبتدي أقول إيه؟ هبتدي أقول إن أنا هدرس حاجتين في الفايبر. الحاجة الأولى إن أنت لما هنا بدأت تعمل استيميليشن للنيرون، النيرون بدأت إيه؟ قال لي بدأت تعمل الإشارة العصبية بتاعتها أو الأكشن بوتنشال، والأكشن بوتنشال ده بدايته لازم أعرفه اللي هي الأكسون هيلوك، وهيبقى لازم أقول عليه إنه هيبتدي يتحرك، يبقى إيه؟ كوندكتد لحد نهاية النيرف عشان يعمل الإفكت. يبقى هنا الخطوة الأولى إن النيرف عمل إيه؟ النيرف عمل استجابة، فدي نتيجة الاستجابة بقول إن هو في excitability. يبقى إيه كلمة excitability؟ هي الability of nerve fiber to respond to adequate stimulus، الاستيمولس المناسب. And convert الاستيمولس، convert ده أو الاستجابة دي كانت في صورة إيه؟ قال لي في صورة action potential، ويبتدي عند بداية إيه؟ بداية الأكشن زي ما قلنا. طيب انت بدأت تعمل اكشن بوتنشال، محتاج تعمل ايه؟ محتاج اللي هي الخاصية التانية، خاصية ايه؟ كوندكتيفيتي. كوندكتيفيتي هي الابيليتي تو ايه؟ الابيليتي تو كوندكت. عندي هنا بدأت اهو اكشن بوتنشال اترسم، الاكشن بوتنشال ده يبتدي ايه؟ يبتدي يتحرك للنهاية علشان يبتدي يعمل ايه؟ يعمل الافكت بتاعي. يبقى انت هتدرس ايه النهاردة في المحاضرة بتاعتي؟ هندرس حاجتين، هو عندي حاجتين هدرسهم، هدرس اللي هي excitability وconductivity. النهاردة هندرس بس كلمة اللي هي excitability، يبقى دي البداية بتاعتي. طب الexcitability ما احنا عارفينها، ايه الجديد فيها؟ ما الexcitability هي الاستجابة، ان انا رسمت الاكشن بوتنشال اللي قدامي ده. النهاردة هندرسها من منظور تاني خالص، ان هي شايف الجملة اللي مكتوبة قدامك في كتابك، الexcitability changes during الاكشن بوتنشال، اثناء الاكشن بوتنشال، اثناء النيرف ما بيعمل اكشن بوتنشال بعت له ستيمولس، يا ترى ايه الافكت اوف السكند ستيمولس اللي انت بعته على النيرف؟ هيعمل ايه على النيرف؟ والنيرف كان اوريدي ايه؟ قال لي ده كان اوريدي شغال وبيعمل الاكشن بوتنشال. طيب ابتدي اقول تعالى كده بالتدريج نفتكر اللي احنا التشينجز اللي كانت بتحصل. اولا ببعت استيمولس، والاستيمولس ده لازم يكون ادكوت استيمولس علشان لازم يوصلني ايه؟ شايف لازم يوصلني للثريشولد. يبقى انا عندي نقطه مهمه هنا، عندي استيمولس لازم او يقدر يعمل الممبرين يوصله لايه؟ يحركه من ماينس 90 ملي فولت اللي هي الريستنج ممبرين بوتنشال، يحركني للثريشولد اللي هي ماينس 65 ملي فولت، علشان اول ما هوصل البوينت دي لو انتوا فاكرين اللي قلنا عليها الكريتيكال الليفل اللي عنده، يا اما هرسم اكشن بوتنشال يا اما مش هقدر اعمل الاكشن بوتنشال. قال الله، ده بيبقى من الكلمه اللي انتوا بتقولوها دي هيعتبر عندي الثريشولد، ده هو مقياس للي هي مدى الاكسايتابيليتي بتاعتي. يعني ايه؟ قال لي يعني لو انا وصلت الطريق ده والمسافه دي ووصلت للثريشولد فانا هعمل اكشن بوتنشال، يعني هستجيب. لو ما وصلتش يبقى مش هستجيب. يبقى بالتالي هنا كل حاجه وكل ستيمولس بسيط ما قدرش يوصل لهم، ما بسميهم سب ثريشولد ستيمولس، دول ما عملوش افكت. لكن اللي عمل افكت هو الوحيد اللي هيوصل للثريشولد، وهتكون المسافه من الممبرين بوتنشال ماينس 90 ملي فولت للثريشولد بوتنشال ماينس 65 ملي فولت هي اللي حددت الاكسايتابيليتي. يعني ايه؟ حددت لو كان هيحصل اكشن بوتنشال ولا مش هيحصل اكشن بوتنشال. طيب في ناس لحد دلوقتي قاعدة مش فاهمة، نبتدي نقول بالتدريج. تعال نشوف الممبرين بوتنشال بتاعي اللي هو ماينس 90 ملي فولت.
طب اسالك، امتى الممبرين بوتنشال ده يقدر يسجل اكشن بوتنشال؟ هتقول لي لو وصل للثريشولد ليفل اللي هي ماينس 65 ملي فولت. طيب يبقى ال 65 ملي فولت او الممبرين بوتنشال، ممكن اسمي اللي هي تحت دي كلمه ممبرين بوتنشال، ودي بسميها كلمه ايه؟ كلمه ثريشولد بوتنشال. طيب يبقى الثريشولد بوتنشال ده او الثريشولد ليفل عندي ده يعتبر او اقدر استخدمه كميجر للاكسايتابيلتي بتاعه التشو. طيب يعني ايه؟ مش فاهمه. اقول لك شوف، عندك هبعت استيمولس وهشوف الافكت اوف استيمولس على الميمبرين. في حاجه انت لسه هتتعلمها، ان انا ممكن لما يوصل الاستيمولس مش دايما يعمل لي الديبولاريزيشن، ده ممكن يكون تاثيره ايه، وهدرسها في نيورو ساينس 1 باستفاضه. ده ممكن تاثيره على الميمبرين انه يخليه شايف، خلاه ايه الحته اللي تحت دي بنسميها انه بقى ايه، بقى مور نيجاتيف. مور نيجاتيف يعني بقى ايه؟ بقى هايبر بولارايزد. طيب تخيل لو في ستيمولس حرك الممبرين من الريستنج بوتنشال بتاعي ونزل بيه وبقى مور نيجاتيف عند النقطه دي، ايه رايك في المسافه اللي هيبتدي يمشيها عشان اوصل للثريشولد؟ هل المسافه دي بقت اطول ولا اقل؟ لا، المسافه دي طولت عليا. يعني ايه طولت عليا؟ يعني الهايبر بولاريزيشن اللي حصلت كانها هنا كان تاثيرها انها اليفيت الثريشولد ليفل بتاعي، علت عليا الثريشولد ليفل. انا علشان الممبرين ده يستجيب ويعمل اكشن بوتنشال محتاج ستيمولس قوي علشان يقدر يحركه المسافة اللي زادت عليا. طيب لو كان في ستيمولس موجود وبدل هنا مكان زي الصورة الاولى عمل هايبر بولاريزيشن، ده عمل ايه؟ عمل دي بولاريزيشن. دي بولاريزيشن يعني ايه؟ حرك الممبرين توورد الثريشولد. يبقى المسافة ايه؟ شايفين المسافة علشان اوصل للثريشولد قلت. يبقى معنى كده اي ستيمولس حتى لو كان ستيمولس ضعيف هيقدر يحرك المسافة الصغيرة دي واوصل للثريشولد. يعني انا هنا بقى لو ثريشولد ليفل فاقدر يبقى الممبرين ايه؟ اكسايتابل. يبقى من هنا لقيت كتب لي في كتابي ايه؟ قال لي ان الهايبر بولارايزنج ريسبونس، شايف الهايبر بولارايزيشن اللي ممكن ستيمولس يوصل للممبرين ويعمل فيه الهايبر بولارايزيشن ده عمل ايه؟ اليفيت الثريشولد، رفع عليا الثريشولد. ده انا بقيت محتاجه امشي مسافه طويله. انا كانت المسافه الطبيعيه من ماينس 90 للماينس 65 دي اللي هي كانت حوالي 25 ملي فولت لما اوصل للثريشولد. تخيل لو انت نزلت هنا تحت اكتر، لو انا نزلت مثلا اللي هي كام؟ ماينس 100. فانا لما انزل ماينس 100 كان المسافه دي بقت ايه؟ بقت 35 ملي فولت اللي عايزه اتحركها. طيب عكسه كلمة الديبولارايزنج افكت اللي قدامك او الديبولارايزنج بوتنشال هتعمل ايه؟ قال لي قللت اهي اللور ايه؟ اللور اللي هي الثريشولد ليفل، قللت من الثريشولد ليفل. يعني ايه قللته؟ يبقى هنا بقت المسافة اللي انا عايز امشيها او بقى الممبرين كلوجر تو الثريشولد قريب من الثريشولد ليفل، فبقى اللي هي الممبرين مور اكسايتابل. ويجي الجملة المهمة بتاعتي، the closer the membrane potential to the firing level the greater excitability. كل ما كان الممبرين قريب من الثريشولد بتاعه كل ما كان اكسايتابل زياده. طب احنا بناخد المعلومه دي ليه؟ المعلومه دي اساس عشان ابتدي ادرس التاثير بتاع الاستيمولس اثناء حركه الاكشن بوتنشال. طب ما انت اثناء حركه الاكشن بوتنشال اتحركت من الريست وعملت سلو ديبولاريزيشن وطلعت بالرابيد ديبولاريزيشن ونزلت عملت ريبولاريزيشن وكمان ما اكتفتش بكده عملت هايبر بولاريزيشن لما ترجع للريست. فهقول لك طيب ادرس لما كان الممبرين شويه ديبولارايزد او لما كان الممبرين هايبر بولارايزد. يبقى عرفت اهميه اللي هي المعلومه اللي انا اديتها لك في البدايه، ان لو انا عندي حركه للممبرين بوتنشال بعدته عن الريستنج ممبرين اللي هي زي هنا هايبر بولارايزد، فانت كده علشان ابعت ستيمولس في الاثناء بتاعه الهايبر بولارايزيشن ده انا عايز ستيمولس يكون قوي عشان يحركه يوصله لحد الثريشولد، لان الثريشولد ليفل بتاعي بقى عالي عليا فعايزه حاجه قويه تحركني. طيب لو كان الممبرين بيعمل ديبولاريزيشن ده يبقى قريب من الثريشولد، طب ده ممكن يبقى ستيميوليتد. طيب نشوف بقى القاعده بتاعتي دي ونشوف الاكسايتابيليتي.
الاكسايتابيليتي تشينجز اللي احنا هندرسها ده ديورنج الاكشن بوتنشال. شايف رسمنا اكشن بوتنشال بطريقه مكبره، عملت ايه؟ بدات من ريستنج من برين بوتنشال، عملت السلو ديبولاريزيشن، طلعت هنا رابيد ديبولاريزيشن، نزلت بالريبولاريزيشن ورحت نازل هنا هايبر بولاريزيشن لحد ما رجعت للريستنج ليفل. طيب الاكسايتابيليتي تشينجز ديورنج الاكشن بوتنشال هرسمها فين؟ قال لي ده الكيرف اللي تحت ده هو بتاع الاكسايتابيليتي. الاكسايتابيليتي 100 معناها دي النورمال اكسايتابيليتي، دي الاكسايتابيليتي الطبيعيه بتاعتي، دي البيز لاين بتاعي. لو لقيت الكيرف فوق البيز لاين ده معناه اكسايتابيليتي زادت، لو لقيت الكيرف بتاعي اقل من اللي هي البيز لاين يبقى معناها الاكسايتابيليتي ايه بتاعتي قليله. قال لي طب تعالى ندرس ونشوف انا هعمل كام تشينج في الاكسايتابيليتي، هدرس كام فيز كام تغيير. قال ادي التغيير الاول عندي اكسايتابيليتي زياده، ماشي. تغيير تاني ده الاكسايتابيليتي فضلت تقل تقل ونزلت وفضلت فتره عند الزيرو، ده مفيش اكسايتابيليتي خالص، ده اللي هي الفيس رقم 2. وبعدها هتبتدي تحاول تزيد وترفع نفسها علشان ارجع مره تانيه استعيد الاكسايتابيليتي العاديه بتاعتي. فجأة لقيتني في فترة هتبقى الإكسايتابيليتي عالية أكتر من الطبيعي وإكسايتابيليتي تقل أقل من الطبيعي لحد ما أرجع للحالة بتاعتي الأولى. طيب يبقى ده هتدرس كام فيس؟ قال لي 5. أدي 1 2 3 وعندي اللي هي 4 وأدي اللي هي 5. في 1 في زيادة في الإكسايتابيليتي، في 2 الإكسايتابيليتي ما بقتش موجودة خالص، دي بقت عند الزيرو، في 3 بحاول أستعيد ريجين النورمال إكسايتابيليتي بتاعتي، بحاول ارجع الاكسايتابيليتي. طيب في 4 لا ده الاكسايتابيليتي عاليه سوبر نورمال، حاجه فوق الطبيعيه. طيب ده تحت هنا سب نورمال. طيب عايز اشوف كل واحده من دول مع اللي اطبقها بحدوث الاكشن بوتنشال اللي قدامي وابتدي اعرف كل فيس كان سببها ايه وحصلت ليه. يبقى الاربعه فيسز اللي الخمسه سوري فيسز اللي انت هتدرسهم اللي هي تحت كلمه اكسايتابيليتي اوف نيرف فايبر والفيسز، والفيسز دي انا اللي بدرسها أثناء إيه؟ ده أثناء ما النيرف فايبر شغال وبيعمل الأكشن بوتنشال بتاعه. لقيت أول حاجة في إيه؟ قال لي تمبرال رايز في الإكسايتابيليتي، دي لما رسمت الإكسايتابيليتي هنا اللي هي النورمال بتاعي رحت مرفوعة شوية تمبرال رايز في الإكسايتابيليتي. تاني حاجة قال لي أبسوليوت ريفراكتوري بيريود. إيه الأبسوليوت دي؟ أبسوليوت يعني نهائيا لا يمكن، ريفراكتوري يعني فترة بيقاوم فيها النيرف إن هو يستجيب للاستيمولس بتاعك. يا ترى دي انهي واحده لما كنا بنشوف على الكيرف؟ ده لما الاكسايتابيليتي بتاعتي نزلت لحد الزيرو، نزلت تحت عند الزيرو. عند الزيرو دي عملت ايه؟ ابسوليوت اللي هي كانت لا يمكن، ريفراكتوري انا بقاوم ان انا استجيب اللي هي ما فيش عندي اكسايتابيليتي نهائيا. طيب وبعد كده يقول لي في ايه؟ في ريليتيف ريفراكتوري بيريود اللي انا شفتها فين؟ ريليتيف لقيت الاكسايتابيليتي بتبتدي تحاول تزيد 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 عشان ارجع للنورمال ليفل بتاعي، فهنا ريليتيف ريفراكتوري بيريود. طيب وبعدين قال لي ايه؟ اللي هي سوبر نورمال، انا لقيتني رفعت تاني فوق اللي هي البيز لاين بتاعي، وبعد كده اللي هي هنزل بايه؟ قال لي اللي هي هتنزل بالسب نورمال، ادي السب نورمال وارجع للنورمال بتاعي. يبقى شايف الفيزس اللي انت رسمتها اللي هي الاكسايتابيليتي اوف نيرف فايبر بتعدي بمراحل، المراحل ايه؟ الاول رقم 1 في انيشال انكريس في الاكسايتابيليتي، طيب رقم 2 في ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، تمام، رقم 3 بتبقى ريليتيف انا برجع استعيد قوتي تاني، رقم 4 اللي هي سوبر نورمال اهي اترفعت فوق النورمال، رقم 5 بقت ايه؟ بقت سب نورمال فيس اوف اكسايتابيليتي. طيب نبتدي نشوف كل واحده سببها ايه. قال لي انت في البدايه مش لما بتدي اللي هي التريجرنج ايفنت او بدي الاستيمولس، انا بدي الاستيمولس فهنا بعد طبعا كلام عن الليتنت بيريود ببتدي بسجل اللي هي الاكشن بوتنشال، بدايه تسجيلي بيبقى لمين؟ قال لي اللي هي الانيشال فيس دي او السلو دي بولاريزيشن، لحد ما توصل لفين؟ لحد ما توصل ثريشولد، وعند الثريشولد دي في زياده في الصوديوم بيرميابيليتي، كل ما تنساش اول صوديوم تشانلز ار اوبن كلهم راحوا فاتحين. طيب في الفتره دي هنا اللي هي البدايه هنا لو انا الاستيمولس ده اللي هو كان الفيرست وان او اللي هي الاستيمولس الاساسي، لو دخلت بانذر ستيمولس هنا سكند ستيمولس، السكند ستيمولس ده جه في فتره ايه؟ في فتره الانيشال ديبولاريزيشن لحد ما يوصل للثريشولد. اخباره ايه؟
الاستجابة ايه؟ قال لي هنا الاكسايتابيليتي. ايه الاكسايتابيليتي؟ بتبقى زيادة. طب وسببها ايه؟ متخيل انت لو الفيرست ستيمولس كان محركني وانا في النقطة دي، وفي النقطة دي انا عايز ايه؟ عايز حد يوصلني للثريشولد، عايز حد يسهل عليا الطريق، لقيت انذر ستيمولس جاي، هستجيب ليه ولا لا؟ هتستجيب ليه. اكسايتابيليتي بتاعتك عالية، انت هنا في نقطة قريبة من ايه؟ قال لي ده انا في نقطة قريبة من الثريشولد ليفل، والنقطة دي هتخليني ايه؟ قال لي النقطة دي هي النقطة اللي هتسمح لي ان انا لو حد سهل لي الطريق اوصل بيها للثريشولد واعمل اكشن بوتنشال. يبقى اول حاجه لما تتكلم عن الاكسايتابيليتي في تمبرر مؤقت، زياده مؤقته او اللي هي رايزز في الاكسايتابيليتي اللي احنا رسمناها في بدايه الكيرف، لما قلت هرسم نورمال اكسايتابيليتي كده رسمت الحته الاولى او الفيس الاولى الصغيره دي اللي هي ايه؟ تمبرر انكريز في الاكسايتابيليتي. تمبرر يعني مؤقت لفتره بسيطه. طيب قال لك اثناء بقى الوقت الباقي بتاع الاكشن بوتنشال، حته الرابيد دي بولرايزيشن، وحتى اللي هي هنا بدايتي بتاعه الري بولرايزيشن، وحتى اللي هي الفتره بتاعتي لحد ما اوصل للسلو ري بولرايزيشن لو انا دقيقه في الكلام، في عندي هنا فتره ريفراكتوري. ريفراكتوري دي يعني ايه؟ يعني بقاوم. انت بتقاوم مين؟ النيرف بيقاوم مين؟ بيقاوم الاستجابه لستيمولس يدخل عليه. يبقى لاحظ احنا بنتكلم ايه؟ انا عندي ستيمولس رسم لي الاكشن بوتنشال اهو بتاعي، انا اول مره دخلت بستيمولس في الحته دي، طب هبتدي ادخل بالستيمولس في اماكن او في تايم مختلف كل مره واشوف الاستجابه ايه. فقال لي في فتره هسميها كلمه ريفراكتوري بيريود، ما هينفعش ان انا ابقى ريستيمولييتد. ريستيمولييتد ان انت تعيد عليا التنبيه وتخليني اشتغل، ما انا اوريدي شغال وبرسم لك الاكشن بوتنشال. يبقى في صعوبه ان انت تخرج انذر اكشن بوتنشال في الفتره اللي هي هسميها ريفراكتوري بيريود. طيب انت بتقاوم ليه؟ قال دي مهمه جدا فتره الريفراكتوري بيريود، ان انا لما يكون عندي النيرف فايبر بيرسم اكشن بوتنشال مش هيرسم انذر وان، مش هبعت اشاره عصبيه تانية في الوقت ده. طب ده كده كويس ولا لا؟ قال طبعا ده كويس، ده حاجه بروتكشن. يبقى هنا انا محتاجه عشان اعمل بروتكت للنيرف فايبر من ايه؟ من اكستريملي رابيد ريبيتيتيف ستيميوليشن. يعني ايه الكلمه دي؟ لو انت في ستيمولس جاي ورا بعض ورا بعض، عمال ابعت للنيرف استيميليشن ورا بعض ورا بعض بصوره سريعه ورا بعض، ده انت هتجهد النيرف، لازم احمي النيرف بتاعي منك. يبقى اعمل ايه؟ هعمل فتره لا يمكن يستجيب لاي حاجه من اللي انت جايبهم عليا دول. هسميها ايه الفتره دي؟ هسميها ريفراكتوري. طيب الفتره دي هتقسمها لايه؟ قال لي هقسمها لمدتين، في تو ريفراكتوري بيريد، في واحده ابسوليوت ريفراكتوري بيريد. كلمه ابسوليوت يعني ايه؟ نيفر ايفر ان انا استجيب ليك، لا يمكن هستجيب ليك. طيب والريلاتيف؟ قال لي ممكن اشاور عقلي وابتدي استجيب، بس ليا شروطي اللي انت هتشوفها دلوقتي. طيب هدرس الاول كلمه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود. ابسوليوت ريفراكتوري بيريود اتفقت ان هي معناها كلمه ايه الابسوليوت؟ ان انا لا يمكن هستجيب للاستيمولس الثاني اللي انت بعته عليا. كلمه ابسوليوت دي لا يمكن. طيب الفتره دي اللي هي منين لفين؟ قال لي الفتره بتاعت عدم الاستجابه دي corresponding to البيريد او التايم من اللي هي depolarization rapid depolarization اللي انت عملته لحد ما وصلت للبيك، والتلت اللي هي الاول او الانيشال one third of repolarization. طيب اثناء الفتره دي حصل ايه؟ قال لي انا قدامي هنا اكشن بوتنشال اترسم بالفيرست ستيمولس بتاعي العادي. طيب انا هستفز اللي هي النيرف ده وهو شغال، ودخلت بالسكند ستيمولس. دخلت في انهي فتره؟ دخلت في الفتره اللي قلت لي عليها اللي هي الابسوليوت ريفراكتوري بيريود، وعايز اشوف الفتره دي انا هيستجيب ليا ولا لا. هلاقيه لا يمكن يستجيب مهما كانت قوه الاستيمولس بتاعك، لا يمكن هستجيب. يبقى during this period السكند action potential ايه؟ cannot، لا يمكن، لا يمكن هيعمل اي action potential مهما كانت القوة بتاعته، لان الاكسايتابيليتي بتاعتي ايه؟ الاكسايتابيليتي بتاعتي زيرو. يبقى شايف دي اللي هي اول واحدة اللي احنا قلناها، دي رقم اتنين. رقم اتنين انا بصيت لقيت الاكسايتابيليتي بتاعتي عند ايه؟ الاكسايتابيليتي بتاعتي نزلت مرة واحدة وبقت عند الزيرو. الفترة دي هي فترة ايه؟ فترة اهي من اول ما وصلت وبدأت اعمل الرابيد دي بولرايزيشن، بدات تعمل ايه؟ ادي الرابيد دي بولرايزيشن، والتلت الاول من اللي هي الري بولرايزيشن. طيب في الفتره دي كلها كنت ايه؟ الاكسايتابيليتي ايكوال زيرو. يبقى وات ايفر ذا سترينث اوف ذا ستيمولس،
no excitability, no action potential، ما فيش حاجة هتترسم. طيب ما انا عايز افسر الكلام ده، ليه انا مش هستجيب؟ ليه النيرف ده هبعت له استيمولس في الفترة اللي بتقولوا عليها absolute refractory period وهو ما يستجيبش؟ ليه؟ الايونيك بيزس اللي انت هتسند نفسك عليها واكسبلين الكلام ده. قال تعالوا نشوفه اللي هي مين السبب في الديبولاريزيشن والانيشيال بارت اوف ريبولاريزيشن حصل ازاي. هو انت لما كان الممبرين وصل للثريشولد هنا كانت كل الصوديوم تشانلز اوبن وبتدخل صوديوم ويدخل الصوديوم من هنا من الثريشولد كتير ويطلع يعمل لي الرابيد ديبولاريزيشن اللي انا عايزاها. يبقى الصوديوم تشانلز اوريدي اوبن، يبقى هنا في الفتره دي عندي كل الصوديوم تشانلز ار اوبن واللي هي واكتيفيتد وبسرعه عملت الرابيد ديبولاريزيشن، وما عنديش اي تشانس ان هي تعمل ايه، ما عنديش حتى لو بعت ستيمولس تاني في الفتره دي هي كلها خلاص فاتحه ملوش تاثير. طيب ومع الانيشال بارت اوف ريبولاريزيشن هنا التلت بتاع ريبولاريزيشن رابيدلي اول ما كانت عند البيك راحت قافله بمين؟ قال لي قفلت بالان اكتيفيشن جيت. الله دي ايه دي الان اكتيفيشن جيت دي؟ معناها ايه؟ معناها انها لا يمكن هتستجيب ولا يمكن تفتح ولا يمكن هتدخل صوديوم مهما كانت قوة الاستيمولس. ليه؟ لان هنا احنا ما بفتحش باللي هي القوة بتاعتي عشان احرك الان اكتيفيشن جيت وخليها تفتح، لازم ترجع لوضعها اللي هو عند ماينس 90 ميلي فولت تبتدي تتحرك وتفتح الان اكتيفيشن جيت واقفل بالاكتيفيشن جيت. يبقى انت هنا بتقول ايه؟ قال لي انا بقول ان عندي فترة بسميها absolute refractory period. الابسوليوت ريفراكتوري بيريود دي هي الوقت اللي هي اخدته منين؟ قال لي هو التايم اللي انا اخدته من ساعه ما انت وصلتني للفايرنج ليفل او للثريشولد ليفل وعملت لك الديبولاريزيشن ورجعت بالريبولاريزيشن حوالي تلت اللي هي المسافه بتاعه الريبولاريزيشن. اثناء الفتره دي لو انا وهو بيعمل الرابيد ديبولاريزيشن والبدايه اللي هي الريبولاريزيشن بعت لي ستيمولس للنيرف، فلا يمكن هيستجيب للستيمولس ده مهما كانت قوة الاستيمولس ده. فخلي بالك يكتب لك مع very strong stimulus هل هيقدر النيرف يستجيب؟ قال لي لا يمكن هيستجيب لان الاكسايتابيليتي بتاعته equal a equal zero، اكسايتابيليتي عندي equal zero. فالسؤال ليه الاكسايتابيليتي بتاعتك كانت زيرو؟ معناها ايه زيرو؟ معناها ايه ان انت لا يمكن هتستجيب؟ قال هنا وهو بيعمل اللي هي الديبولاريزيشن كانت كل الصوديوم تشانلز ار اوبند وبعدين راحت فجأة في نهاية الفترة بقت inactivated بالinner gate. الinner gate دي الinactivation gate، الinactivation gate دي اللي منعت مرور اللي هي الصوديوم. يبقى هنا أي excitatory signal أو أي إشارة هتجيني في الفترة دي من يمكن هتفتح الinactivation gate. الحاجة الوحيدة اللي تفتح لي inactivation gate إن أنا أرجع بالممبرين لحالته الطبيعية اللي هي resting membrane potential، ففي الحالة دي هيبتدي إيه؟ هيبتدي يفتح ويبتدي يرجع لوضعه. الموضوع ده مهم جدا لان لما هاجي في النهاية اجمع لك واقول لك ان عندي هنا انا لما عملت الاكشن بوتنشال بتاعي او السبايك بوتنشال فاقول ان هو كانوت ايه؟ كانوت سميتد. يعني ايه كلمة سميتد؟ سميشن يعني اجمعهم على بعض، يعني اخلي فيه زي ما هعرف المحاضرة اللي هي الجاية يعني ايه كلمة سميشن. ان انت تجمع اللي هي السبايك، السبايك بوتنشال اللي هو الرابيد ديبولاريزيشن والرابيد ريبولاريزيشن ده كانوت ايه؟ كانوت سميتد. والسبب في كده هقول ايه؟ سبب في كده وجود الابسوليوت ريفراكتوري بيريود اللي كانت موجوده عندي منعت كلمه ايه؟ منعت كلمه اللي هي السميشن. يبقى انا ما هقدرش افتح الا لما ارجع لحاله اللي هي الريستنج بتاعتي، فكانت فايدتها دي اللي هي ايه؟ مش هقدر اعمل نيو اكشن بوتنشال الا لما اكون مخلص من اللي هي اللي انا كنت بعمله القديم، يبقى السبايك بوتنشال كان نوت ايه؟ كان نوت سميت. طيب الفتره الثانيه اللي قلت فيها ريليتيف ريفراكتوري بيريود، كلمه ريليتيف حتى اما اترجمها يعني اقول لك ممكن احتمال ان انا مقاومتي للاستيمولس اللي داخل عليا يقل. طب انت بتدرس فين؟ قال لي بدايتي اهو اللي هي هتبقى الفتره انت كنت واقف ايه في الابسوليوت ريفراكتوري بيريود عند تقريبا التلت اللي هي الاول بتاع الريبولاريزيشن. طيب من نهايه الابسوليوت ريفراكتوري بيريود واكمل لحد ما اوصل للحته اللي بيبقى فيها سلو ديبولاريزيشن، يبقى لحد بدايه السلو ريبولاريزيشن. طيب كلمه سلو ريبولاريزيشن هي شويه في
صعوبة في الإكسبريشن هنا، هي اللي بسميها كلمة إيه؟ كلمة أفتر دي بولاريزيشن. هي يعني إيه أفتر دي بولاريزيشن؟ دي صعب عليا كطالب إن أنا أقول كلمة أفتر دي بولاريزيشن. طيب هنخليها للسلايد الجاي وهرجع أفهمها لك. يبقى أنت هنا من نهاية هي الفترة بتاعت الريلاتيف ريفراكتوري بيريود، هتبتدي منين؟ هتبتدي بعد ما خلصت التلت بتاع الدي بولاريزيشن الأول اللي خدته مع الأبسوليوت، واقول دلوقتي لحد ما اوصل ليه للسلو ريبولاريزيشن. طيب الفتره دي هسميها ريليتيف. ليه ريليتيف؟ يعني ممكن استجيب. ادي الفيرست ستيمولس عندي اللي راسم الاكشن بوتنشال، ده اللي هو الاساس. طيب المره دي هدخل في انهي فتره؟ مش هدخل بقى في الفتره اللي هي بتاع الرابيد دي بولاريزيشن الفتره دي، ده انا هدخل هنا فين؟ في الفتره الثانيه اللي هي بتاعه ايه؟ بتاعه اللي هي الريليتيف ريفراكتوري بيريود، اللي هي الفتره بتاعتي اللي انا بنزل اعمل ايه جزء منها رابيد ريبولاريزيشن، والحد بداية ايه؟ لحد بداية السلو ريبولاريزيشن. طب يا ترى شوف في الفترة دي هل النيرف هيقدر يستجيب للستيمولس اللي انت جايبه عليا؟ قالك اه هستجيب، بس سميتها ريليتيف لاني هستجيب بشروطي انا. ايه شروط النيرف هنا؟ قال لي stronger than normal stimulus. يعني انت النورمال ستيمولس بتاعي اللي هو threshold stimulus الطبيعي بتاعي اللي عمل لي الاكشن بوتنشال اللي هو الاول، لو انا جبت second stimulus لو هو threshold زيه او normal مش هتستجيب لي. يبقى خلي بالك في نقط الام سي كيو، يقول لك في الريليتيف ريفراكتوري بيريد النيرف ويل respond to normal stimuli. لا ده اختيار خاطئ، لازم يكون ايه؟ stronger than normal stimuli. طب قول لي ليه انت عايز stimulus قوي علشان يستجيب ليك النيرف؟ قال ان الاكسايتابيليتي بتاعه النيرف لسه ستيل بيلو النورمال. ادي الفيز بتاعتي رقم 3 اللي انا نازل بكمل الريبولاريزيشن، انت كنت واصل بالاكسايتابيليتي للزيرو، بدات الاكسايتابيليتي معايا هتبتدي تزيد، بس هي ستيل تحت اللي هي النورمال ليفل بتاعي. ده النورمال ايه؟ النورمال ليفل اللي موجود هنا. طيب لما تكون الاكسايتابيليتي قليله، ده معناه ان انت محتاج ايه؟ التشو ده مش الاكسايتابيليتي العاديه بتاعته، excitability قليلة بلون نورمال، يبقى الممبرين بوتنشال ايه؟ لازم او الستيمولس اللي داخل عليا يبقى لازم يكون stronger than النورمال، لان في الفترة دي هو الممبرين بيحاول ايه؟ بيحاول ريجين الاكسايتابيليتي بتاعته العادية. طيب هي سببها ايه؟ ليه عايز stronger than normal stimulus علشان يأثر؟ قال لك انت عندك حاجتين. شوف فترة اللي هي الريبولاريزيشن اللي انت بتعملها، اخبار الصوديوم والبوتاسيوم اللي هي الفولتج جيتد تشانلز عندي اخبارهم ايه؟ قال لي ابص للفولتج جيتد صوديوم تشانلز، ففي الحالة دي انا عندي وانا راجع في طريقي في اللي هي فترة الريبولاريزيشن انا كان عندي الصوديوم تشانلز كلوزد بالانكتيفيشن جيت. علشان ترجع تستجيب ليا لازم تفتح الانكتيفيشن جيت واقفلها بالاكتيفيشن جيت. طيب هل كل التشانلز بتفتح وقت واحد مثلا وتقفل كلهم وقت واحد؟ فاكرين لما قلنا اني لما ببعت ستيمولس هنا في البدايه في صام تشانلز بتفتح اللي هي الاكتيفيشن جيت تفتح، وبعدين مع كل مره تفتح وتدخل صوديوم ويزيد الدي بولاريزيشن يزيد عدد الصوديوم تشانلز وهكذا، فكان في بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. وقلنا ان مش كل الصوديوم تشانلز الاكتيفيشن جيت بتاعتها هتفتح كلها صادنلي في وقت واحد، والدليل على كده انك لما رسمت الدي بولاريزيشن رسمتها سلو دي بولاريزيشن. طب ايه رايك في الان اكتيفيشن جيت؟ هم يفتحوا عند ماينس 90 ملي فولت، بس لما انت في طريقك ناحيه الماينس 90 ملي فولت بعض الصوديوم تشانلز تبتدي تفتح الان اكتيفيشن جيت بتاعتها وتبقى قافله بالاكتيفيشن جيت، يعني تبقى مستعده انها تستجيب. يبقى هنا في بعض، واخد بالك انت من صام فولتج جيت الصوديوم تشانلز رجعت لفضعها اللي هو الريستنج ستيت، وبقت ايه؟ بقت هنا افيلبل فور اكتيفيشن، يعني هنا بقيت متاحه ليك انها تستجيب للاستيمولس بتاعك. هتقول لي طب كويس، ما انا معنى ان هي متاحه يبقى انا كده هدخل صوديوم وبسرعه هعمل دي بولاريزيشن وتستجيب ليا. طب ليه انت طلبت
ستيمولس سترونجر ستيمولس. قال لك ما هو مش بس كده، انت مش كل الصوديوم تشانلز فتحت، ده لسه في اللي هي ده ما فتحش، فانت هتحاول. والمحاوله دي مين اللي بيعكسك فيها؟ قال لي بيعاكسني فيها اللي هي البوتاسيوم تشانلز. هي البوتاسيوم تشانلز اخبارها ايه؟ الله، مش انت بتعمل ريبولاريزيشن، يعني البوتاسيوم تشانلز لسه مفتوحه، البوتاسيوم تشانل لسه مفتوحه فبتطلع بوتاسيوم، فمتخيل في بوتاسيوم بيخرج وانت بتحاول ايه؟ قال وانا بحاول ادخل اللي هي الصوديوم، فالاتنين دول ممكن يضيعوا بعض، فانا لازم يكون عندي ستيمولس قوي يدخل صوديوم ويقدر يحرك الميبرين ناحية الثريشولد ويقدر يعمل لي another action potential. يبقى ايه هي relative refractory period؟ relative refractory period دي فترة، الفترة دي بدأت منين؟ اللي بدأت من نهاية اللي هي ايه؟ من نهاية اللي هي initial one third of repolarization مع نهاية absolute refractory period، والحد فترة ايه؟ قال لي الحد فترة اللي slow repolarization. هنخلينا دلوقتي مع كلمة اللي slow repolarization. قال لي اثناء الفترة دي انا هحتاج ايه؟ قال لي هحتاج ستيمولس سترونجر ذان النورمال عشان اعمل اكسايتيشن للنيرف ده، عشان النيرف ده يستجيب ويرجع يعمل لي انذر اكشن بوتنشال. طيب قال لي طب ليه انت احتاجت سترونجر ذان نورمال؟ ليه هي في حاله الريليتيف؟ قال لي لان هي في الفتره دي الاكسايتابيلتي بتاعتها قليله اقل من النورمال، في الفتره دي هي بتحاول تستعيد الاكسايتابيلتي بتاعها، تراي تو ريجين اللي هي الاكسايتابيلتي بتاعتها. انا هنا مش كل الصوديوم تشانلز عندي مفتوحه، انا عندي بعض الصوديوم تشانلز بتكون مفتوحه وهي مستعده ان يحصل لها اكتيفيشن. طب عدد الصوديوم تشانلز قليله وفي نفس الوقت في مين بيضايقك؟ قال لي ان الفولتج جيتد بوتاسيوم تشانلز لسه ستيل مفتوحه، لسه ستيل عماله بتخرج البوتاسيوم عشان تكمل الريبولاريزيشن بتاعها وتكمل طريقها، فعشان كده انت احتجت ليه؟ قال لي احتجت ليه سترونجر ستيمولس علشان يقدر ياثر عليها. طب ايه قيمه الريليتيف ريفراكتوري بيريد؟ ليه انا عندي ريليتيف ريفراكتوري بيريد؟ قيمتها مهمه جدا وهتفهمها برضو في الجزء اللي هشرحه لك المره الجايه. انا هعرف ان الاكشن بوتنشال ده لما بيتحرك ايه؟ قال لي الاكشن بوتنشال هيتحرك اونلي موف في وان دايركشن، بقول عليه كلمه فورورد دايركشن. فورورد دايركشن يعني من بدايه الاكسون عشان امشي لنهايه الاكسون. طيب هو بيتحرك كده اللي هي فورورد دايركشن ازاي؟ ما دي هفهمها المره الجايه. طب هل ينفع يمشي في الطريق العكسي اللي هقول عليه كلمه باك وورد دايركشن؟ هيقول لي لا، ما ينفعش ان انا امشي في الباك وورد دايركشن، ولما هفسرها في المره الجايه هقول لك علشان عندي ايه؟ عشان عندي ريفراكتوري بيريود. يبقى ريفراكتوري بيريود على بعضها الفاليو بتاعه الريفراكتوري بيريود سواء ابسولوت او ريليتيف ريفراكتوري بيريود عملوا لي ايه؟ يعني ايه كلمه ريفراكتوري؟ ان انا بقى عندي ريزيستنس للاستجابه للاستيمولس اللي انت هتبعته لي وانا شغال. لاحظ ان انا بدور على الاكسايتابيليتي بتاعت النيرف اثناء ما هو عمال يعمل لي اكشن بوتنشال. قال لي فايدتها ايه؟ ان انا شفت وعرفت ان النيرف ما بيستجبش لفتره زمنيه معينه سميتها ريفراكتوري بيريد، هستفيد منها لما تيجي تتكلم عن الكوندكشن اوف اللي هي الاكشن بوتنشال والحركه بتاعته اللي اتفقت انها تبقى فورورد دايركشن وما ينفعش انه يرجع في الباك وورد دايركشن، فدي مهمه جدا انها تعمل ايه؟ هتحرك النيرف في اتجاه واحد. طيب الحاجه الثانيه اللي قلنا عليها ايه؟ قلت عليها لو في ستيمولس جايين ورا بعض انت متقل عليا بعدد كبير من الستيمولس، هل مع كل مره تديني ستيمولس استجيب باكشن بوتنشال اكشن بوتنشال؟ ما انا هتعب، فانا لازم يكون عندي حمايه من الاوردرز بتاعتك اللي انا مش قادر اعملها. طيب يبقى الريفراكتوري بيريد دي عملت ايه؟ عملت ليميت. شايف كلمه ليميت؟ ليميت الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال. الله، هتقول لي انا مش فاهم يعني ايه كلمه فريكوانسي اوف اكشن بوتنشال. فريكوانسي اوف اكشن بوتنشال هي عدد الاكشن بوتنشال اللي انت ممكن تقوم بيهم مثلا في تايم معين، في فتره زمنيه معينه. قول لي طب ادينا اكزامبل عشان نفهم. هقول لك مثلا لو انا بقول لك ان انا ممكن في ثانيه اللي هي في خلال الثانيه دي ممكن اعمل ايه؟ قال لي ممكن اعمل 10 اكشن بوتنشال، يبقى عدد الاكشن بوتنشال في الثانيه دول قد ايه؟ 10 بير سكند. طيب اقول لك ان انا ممكن في الثانيه هضاعف اعمل لك 20 اكشن بوتنشال. 20 اكشن بوتنشال دي معناها ان الفريكوانسي بتاعتي ايه؟ قال لي معناها ان الفريكوانسي بتاعتي زادت. طيب هل
ان انت كده ممكن هنا لما الاستيميلس تزيد عندي ويبقى عندي 100 استيميلس اروح انا استجيب ب 100 واحد اكشن بوتنشال في الثانيه عندي. فقال لك لا، انا لازم يكون عندي حاجه ليميت، اعمل ليميت للفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال. فانا نتيجه لان انا طولت فتره الريفراكتوري بيريد، فتره الريفراكتوري بيريد الفتره اللي انا ايه اللي انا مش هستجيب فيها، ففي استيميلس من هنا هيدخل في اثناء الريفراكتوري بيريد بتاعتي فمش هستجيب ليها. فهنا اللي هي يقول لي the longer the refractory period the greater the delay، الوقت اللي انا هاخده before a new action potential يبقى can be initiated، يبقى انا كده هعمل ايه the lower the frequency of اللي هي الاكشن بوتنشال في النيرف فايبر. يبقى انا مش هرجع هنا استجيب الا لما ايه الا لما اقدر ان انا اخلص من الريفراكتوري بيريود بتاعتي وابتدي ايه هستجيب للي انت جايبه. فبالطريقة دي في واحد هيوصلني ما استجيبش ليه، في واحد تاني بعد اللي هي الفترة ما استجيبش ليه. فهي دي كلمة limit frequency of action potential، وكلمة frequency frequency هي number of action potential في وحدة زمن معينة. فضربنا example كexample، لو عندك 10 action potential per second فده الexample للfrequency of action potential. ده frequency هنا عندي 10، ده frequency عندي 20، هل اقدر اجهد النيرف واعمل 100 اعمل 200 300 400؟ لا طبعا، لازم يكون عندي ليميت، لازم يكون عندي حاجه تحد من زياده الفريكوانسي اللي حد منها ان انا يكون عندي ريفراكتوري بيريد فتره ما استجيبش فيها، رحت باعت لي استيميلس في الفتره اللي هي اللي انا فيها ريفراكتوري يبقى انا مش هستجيب، يبقى خلاص راح كده اللي هي الاستيميلس. طيب طول اللي هي اللينس بتاع الريفراكتوري بيريد ده هتبقى واحده في كل اللي هي انواع النيرف فايبر؟ لا طبعا، كل نيرف فايبر ليه اللي هي فتره او ديوريشن مختلفه. يبقى دي الفايده، عندك كام ريفراكتوري بيريد؟ عندي فتره سميتها absolute refractory period، absolute لا يمكن هستجيب، وفترة تانية هسميها ايه؟ قال لي فترة تانية هتسميها relative refractory period، فترة هستجيب، بس استجيب بشرط ايه؟ استجيب بشرط stimulus stronger than normal. فترة stronger than ايه؟ stronger than normal. مهم الكلام ده ليه؟ MCQ اهميتها ايه refractory period؟ عملت limitation للfrequency of action potential، دي protect النيرف من ريبيتد استيمولاي. انت عمال تبعت لي مثلا 100 200 استيمولاس في الثانيه، لا مش هستجيب ليهم كلهم، انا عندي ليميت، والليميت بتاعي هو ايه؟ الليميت بتاعي هو اللي هي الريفراكتوري بيريود بتاعتي. وانت عندك الابسوليوت ريفراكتوري بيريود اللي هي بتاعه الرابيد ديبولاريزيشن والرابيد ريبولاريزيشن، يعني حوالي اللي هي ايه السبايك اللي هي حوالي 2 ملي سكند، فدي هي الفتره اللي هي الحمايه عندي اللي هتحميني. طيب قال لي في فتره بقى هسميها سوبر نورمال بيريد. مهمه دي شويه وصعبه عليك كطالب وممكن ما يكونش الكل بيشرحها عندي في الكتب، لكن احنا عندنا دي موجوده وفتره مهمه جدا وهتفيدك لما تاخد الكارديو فاسكولار. قال لي انا هبتدي اقسم الحته هنا، دي كانت اللي هي الرابد اللي هي قلنا 70% من الريبولاريزيشن بيبقى ايه؟ بيبقى رابد اللي هو الرابد ريبولاريزيشن، واخر 30% بتبقى ايه؟ قال لي في حاجه اسمها السلو ريبولاريزيشن. طيب انت عند السلو ريبولاريزيشن بدات تعمل ايه؟ انا عند السلو ريبولاريزيشن انا بتحرك ما بين حتتين في السلو ريبولاريزيشن، ما بين حته اللي هي ثريشولد وما بين عندي ان انا عايز اوصل للريستنج ميمبرين بوتنشال. طيب ده معناه ايه؟ قال لي معناه ان انا لو بعت ستيمولس هنا، طيب معناه ايه ان انت تبعت ستيمولس في الحته دي وانت واقف هنا؟ معناه ان انا قريب من الثريشولد، قريب من الثريشولد، يعني هي دي الحاله اللي بتقولوا عليها دي بولاريزيشن. قال دي حاله تقدر تقول عليها دي بولاريزيشن، بس لازم اقول عليها كلمه ايه؟ قال لي لازم اقول عليها كلمه افتر دي بولاريزيشن. ليه؟ عشان تعرف انها دي بولاريزيشن مش عاديه، مش نتيجه لاي ستيمولس، لا دي كانت ناتجه بعد الاكشن بوتنشال وهو ما خلص في الفتره اللي بعد اللي هي ايه اللي هبتدي فيها سلو ريبولاريزيشن وارجع اعمل هايبر بولاريزيشن وارجع للريستنج. انا في الفتره دي كنت بعتبر ايه؟ لسه ما وصلتش للريستنج، واي ستيمولس يجي ممكن يحركني ناحيه ايه؟ ناحيه الثريشولد. الله، ده انا كده كاني قربت من الثريشولد، كاني في لو ثريشولد ليفل. الحته دي كريتيكال جدا. ليه كريتيكال جدا؟ لان انا بستيمولس ضعيف ممكن اوصل للثريشولد وممكن اسجل اكشن بوتنشال. يبقى هو سماها ايه؟ قال لي سميتها افتر
دي بولاريزيشن. طب فسر التسميه كلمه افتر يعني دي بعد اللي هي السبايك بتاعي اللي هو الرابيد دي بولاريزيشن والرابيد ري بولاريزيشن. انا كنت في حته لسه ما وصلتش للريستنج وانا قريب من الثريشولد فسميت اللي هي الاريا دي كده انا هنا قريب من الثريشولد يعني دي بولارايز. طيب امال بيكتب جنبها برضو تسميه اصعب شويه نيجاتيف افتر بوتنشال، ده تسميه خاطئة نتيجة للقياسات اللي هي زمان كانوا يقيسوا بالإلكترود بطريقة مختلفة يسجل بيها اللي هي الممبرين بوتنشال، فكان بتطلع دايما في الاريا دي عندي اللي هي النيجاتيفيتي اللي هي هنا انا ستيل هنا ايه الانسايد نيجاتيف فبتسمى اللي هي الايه نيجاتيف افتر بوتنشال. فدي ممكن ايه ممكن نقول عليها تسمية ماشية معايا ومع اللي انا بدرسه دلوقتي، لكن هاجي في اللي هي اللي جاية هقول لك لا مش ماشية معايا. يبقى في هنا اريا بسميها ايه بسميها افتر دي بولاريزيشن. دي بولاريزيشن يعني انا قريب من الثريشولد، يبقى الممبرين ده دي بولارايزد، وافتر يعني بعد اللي هي الاكشن بوتنشال. وانا همش اسالك في كلمه اللي هي النيجاتيف دي، وحتى ممكن انت اكسكلود من الكتاب بتاعك عشان يبقى سهل عليك. يبقى انا اللي هذاكره ايه السوبر نورمال. السوبر نورمال دي عندي ايه السوبر نورمال دي بسميها افتر دي بولاريزيشن، دي بتمثل الافتر دي بولاريزيشن. في الافتر دي بولاريزيشن انا عندي هنا الاكسايتابيلتي بتاعتي عاليه. ليه؟ انا كل ما بقرب من اللي هي فترة الريستنج ممبرين بوتنشال بيزيد عدد الصوديوم اللي هي بتبقى اكتيفيتد اللي هي قافلة بالاكتيفيشن جيت بتاعتها. طيب وفي نفس الوقت ايه؟ في نفس الوقت البوتاسيوم بتاعك اللي انت بتحاول تخرجه ما بقاش قادر يخرج. فاكرين واحنا واقفين وقلنا انا عندي هنا الريبولاريزيشن بتبتدي تبقى بطيئة ليه؟ لان عندك الممبرين ريبولاريزيشن يعني خروج البوتاسيوم بره. طب ما انت كل ما بتخرج بوتاسيوم بره انت بتزود اللي هي البوزيتيفيتي بره علشان ارجع بالممبرين نيجاتيف انسايد، فانت كده حركه البوتاسيوم بتبتدي تقل. يبقى هنا البوتاسيوم افلكس بيبتدي يقل نتيجه للاكيوميليشن اوف بوزيتيف تشارجز بره على الاوتر سيرفيس اوف الممبرين. ده انت هنا بتحاول تشد الممبرين عشان توصله للريستنج ممبرين بوتنشال. فانا هنا البوتاسيوم اللي بيخرج بيبقى قليل، عندي عدد من الصوديوم تشانلز جاهزه انها تبقى اكتيفيتد، انت قريب من الثريشولد. يبقى بستيمولس هنا بسيط لان الفتره دي الاكسايتابيلتي عندي اعلى من النورمال، اهي الفتره دي اللي انت رسمتها الفيز 4 انا عديت هنا وبقت ايه الاكسايتابيلتي اعلى من النورمال. يبقى الاكشن بوتنشال ممكن يحصل بسمولر ستيمولس زين النورمال، يعني لو جه في الحته دي سب ثريشولد ستيمولس انت الحته دي خطر جدا، انت الحته دي ممكن استجيب واعمل انذر اكشن ايه انذر اكشن بوتنشال. هي الاريا دي او المنطقة دي او الكلام ده ممكن هنبقى ان شاء الله نستفيد منه في حتة الكارديو فاسكولار سيستم. يبقى انت هنا بتقول ايه وبفهم ازاي؟ قال لي هفهم ان اللي هي سوبر نورمال انا فوق العادي فوق الطبيعي. فوق الطبيعي يعني ايه؟ يعني ستيمولس ضعيف اقل من الثريشولد هيخليني استجيب وادخل واعمل اكشن بوتنشال. طيب الفترة دي هسميها ايه؟ الفترة دي اللي هي هسميها افتر دي بولاريزيشن. افتر دي بولاريزيشن انت واقف فين؟ قال انا ما وصلت للريستنج ممبرين بوتنشال بتاعي وقريب من الثريشولد. عندي ايه؟ اللي عندي بوتاسيوم بيخرج قليل وعندي صوديوم تشانلز اكتيفيتد اكتر، وهبتدي باللي الستيمولس بسيط لان انا قريب من الثريشولد هبتدي استجيب واعمل اكشن بوتنشال. فسميت البارت ده كلمه ايه سوبر نورمال. يبقى السوبر نورمال كورسبوند تو افتر دي بولاريزيشن، يبقى نسميها افتر دي بولاريزيشن ونثبت التسميه على كده ونشطب حتى اللي جنبيها في الاقواس. نتيجه لايه؟ اللي البوتاسيوم اللي يخرجه بدا يبقى قليل لان عندي في اكيوميليشن البوزيتيف تشارجز اللي بره كتير عشان بيحاول يرجع الممبرين للريستنج ممبرين بوتنشال، فبيبقى حركه البوتاسيوم في الاخر بدات ايه بدات تقل. طيب والفتره دي الاكسايتابيلتي لا ده الاكسايتابيلتي لقيتها عاليه لان انت قريب من الثريشولد، بقى اي ستيمولس حتى ولو كان اقل من الثريشولد ستيمولس هيوصلك للليفل وتعمل اكشن بوتنشال. طيب بعد ما عملت السوبر نورمال انا فوق الثريشولد هتعمل ايه؟ قال لي هعمل سب نورمال. طب والسب نورمال دي ليه؟ دي سهله بقى. سب نورمال عشان الاريا بتاعتي بتاعت الهايبر بولاريزيشن فيس اوف اكشن بوتنشال اللي احنا قلنا بنقول عليها ايه برولونجد بات ايه اللي هي سلايت هايبر بولاريزيشن بات برولونجد. طيب الهايبر بولاريزيشن دي هنا سماها قبليها كلمه ايه افتر هايبر بولاريزيشن. افتر هايبر بولاريزيشن وبتقول لي كده ليه؟ قلت لك لان في احيان الستيمولس خد الممبرين وعمل هايبر بولاريزيشن.
انما لما اقول لك كلمه افتر هايبر بولاريزيشن تعرف ان اللي هي تبع لايه، تبع للفيز بتاعه الاكشن بوتنشال. يبقى بعد ما عملت الريبولاريزيشن عملت الهايبر بولاريزيشن في الاكشن بوتنشال، فهسميها كلمه ايه؟ اسميها كلمه افتر هايبر بولاريزيشن. طب ايه رايك من غير ما نتكلم الاكسايتابيليتي عندك هنا ايه؟ الاكسايتابيليتي عندي هنا سيئه جدا. ليه؟ لان انا لو هرسم هنا للثريشولد ليفل بتاعي، فانا لما نزلت تحت الريستنج من برين بوتنشال لان انا بقيت هايبر بولارايزد، همشي مسافه اطول. علشان ايه؟ همشي مسافه اطول عشان اوصل للثريشولد ليفل. فانت في الحاله دي هتكون ايه؟ قال لي ده الحاله دي الاكسايتابيليتي قليله، يبقى انا هنا محتاجه ايه؟ محتاجه حاجه اعلى من النورمال عشان اقدر استجيب، محتاج سترونجر ستيمولس تو اكسايت النيرف. طب الفتره دي اللي قلت عليها سب نورمال هي كورسبوندينج فتره ايه؟ كورسبوندينج فتره الافتر هايبر بولارايزيشن. هي التسميه بس زودت عليها كلمه افتر علشان تعرف انها دي اللي خاصة بكلمة action potential، دي اللي هي مع الفيز بتاعة action potential، عشان ما تتلخبطش ان مجرد هنا دي اللي بتكلم على دي. طيب مش مهم التسمية دي عندي في الكتاب، ابعدها. طيب هي نتيجة لإيه؟ ليه حصل هايبر بولاريزيشن؟ ليه الممبرين بعد عن الريستنج ممبرين بوتنشال؟ خلاص ما انا درساها، ديليت كلوجر اوف البوتاسيوم شانل. البوتاسيوم شانلز هنا اللي هي فيها ديليت، بتفتح ببطء وتقفل ببطء، فعملت كلمه هايبر بولاريزيشن. لما عملت الهايبر بولاريزيشن انا بعدت عن الثريشولد ليفل، فانا الاكسايتيشن بتاعي بقى ضعيف، الاكسايتابيليتي بتاعتي بقت قليله اقل من النورمال. ادي الاكسايتابيليتي بتاعتي لسه زي النورمال، اديني بقت اقل من النورمال. يبقى هنا اللي هي ثريشولد فور اكسايتيشن بتاعي بقى ايه؟ سلايتلي higher than normal. ده انا عايز امشي، شايف هنا منين؟ ادي هنا اللي هي الهايبر بولارايزيشن، وانت عايز تمشي مثلا لحد ثريشولد طريقك بقى طويل، بقيت محتاج سترونجر ستيمولس زي النورمال تو اكسايت ايه؟ تو اكسايت النيرف. يبقى هنا الفايف فيسز او كلمه اكسايتابيليتي، انا درست الاكسايتابيليتي بتاعه النيرف، الاستجابه بتاعه النيرف، كلمه اكسايتابيليتي لوحدها ان النيرون دي او النيرف ده تبتدي يستجيب، تستجيب بايه؟ تستجيب باكشن بوتنشال. هي دي كلمه اكسايتابيليتي. لكن اللي انا بدرسه الاكسايتابيليتي بتاعتها اثناء ما هي رسمت الاكشن بوتنشال، دخلت عليها بانظر ستيمولس في اثناء الفترات دي عملت ايه؟ قال لي في الاول اكسايتابيليتي عاليه، ده في السلو دي بولاريزيشن، علشان هي هنا بتبقى الستيمولس الاولاني مقربها من الثريشولد، فبيبقى سهل انها تستجيب. طيب فجاه لقيت الاكسايتابيليتي زيرو، يبقى دي فيس 2 اللي هي تسميها ايه؟ ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، اللي بتشمل الرابيد دي بولاريزيشن والتلت الاول من الريبولاريزيشن. مهما كانت قوه الاستيمولس لا يمكن يكون في استجابه في الفتره دي، ما عنديش حاجه، كل الصوديوم تشانلز في الاول مفتوحه وبتعدي الصوديوم، فانت اي ستيمولس تاني هتجيبه ملوش اي تاثير عندي، مش هيعمل حاجه، مش هيلاقي حاجه يعملها اللي هي كده. طيب وبعدين في الجزء اللي فوق ده قال لي طب ما هو قفلت بالان اكتيفيشن جيت، وهي مش قريبه من الريستنج من برين بوتنشال عشان اقول ان في حاجه هتفتح. طيب في الفيس 3 اتكلمت عن ايه؟ عن الريليتيف ريفراكتوري بيريود. ريليتيف يعني هشاور عقلي، يبقى عايزه حاجه قويه تخليني اتحرك. ليه؟ لان الاكسايتابيليتي بتاعتي لسه اقل من الطبيعي. ولسه ليه اقل من الطبيعي؟ عشان مش كل الصوديوم تشانلز رجعت لوضعها الطبيعي. ايه وضعها الطبيعي عشان تستجيب؟ انها تبقى قافله بالاكتيفيشن جيت والان اكتيفيشن جيت تبقى فاتحه. طيب هم لسه مش كلهم اكتيفيتد. والحاجه الثانيه ان انت هنا عمال تحاول تدخل صوديوم والبوتاسيوم عمال يخرج، فانت محتاج حاجه قويه تحرك لك الممبرين وتخليه يوصل للي هي ثريشولد واعمل اكشن بوتنشال. طب ايه قيمتها الريفراكتوري بيريود دي؟ بروتكتيف ميكانيزم للنيرف، ان انت ما تقعدش تدي للنيرف ده ستيميوليشن ورا بعضه. لا، ده انا هنا هخليه ليا كبروتكشن ليا من العدد الكبير من الاستيميولاي. وتاني حاجه ان الاكشن بوتنشال بيمشي فورورد دايركشن، ما يمشيش بالعكس ويرجع بالاتجاه العكسي. والريفراكتوري بيريد دي قلنا انها فاريبل او متغير. دخلت على حاجتين اللي هي سوبر نورمال، اللي هي سوبر نورمال بيريد اللي هي فوق الطبيعي، ده ثريشولد ستيمولس، ده مش بس ثريشولد، ده الاقل من الثريشولد هيخليها تستجيب، لان في الفتره دي اللي هي نازله فيها هنا اللي سميتها كلمه افتر دي بولاريزيشن. في الافتر دي بولاريزيشن اللي هي بالظبط في حته السلو ريبولاريزيشن بتاعتي، هي كانت قريبه من الثريشولد، فاي ستيمولس بسيط ممكن يوصلها للثريشولد يخليها تعمل انذر اكشن بوتنشال. طيب رجعت تاني وقلت لي ده رجعت الاكسايتابيليتي بتاعتي قلت، مع عشان فتره الهايبر بولاريزيشن، ودي سهله بقى وانت فاهمها، نتيجه للديليت كلوجر اوف بوتاسيوم تشانلز.
راحت الاكسايتابيليتي بتاعتي قلت لان انا بعدت عن اللي هي ثريشولد، بقت محتاجه سترونجر ستيمولس. الحته دي من اهم الاجزاء اللي بيجي فيها ام سي كيو كتير، هي والفاكتور افكتنج الممبرين بوتنشال اند الاكسايتابيليتي اوف النيرف. فتخلي بالك بعد ما تذاكر الاريا دي مهمه. نبتدي نقول ايه الفاكتور اللي بتاثر على الممبرين بوتنشال وعلى الاكسايتابيليتي بتاعه النيرف عموما. طب هم ايه؟ مش هو حصل بالصوديوم والبوتاسيوم وكان عندي رول للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، فاكيد هدرس ثلاث حاجات، هدرس صوديوم وهدرس معاه اللي هي بوتاسيوم وهدرس اللي هي الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. الصوديوم ايه الرول اوف صوديوم في الاكشن بوتنشال الاول؟ انا عندي هنا في الرايزنج فيس اللي هي ده الاسندنج لام، كان مين اللي حصل نتيجه لايه؟ حصل نتيجه لزياده الممبرين بيرميابيليتي تو الصوديوم، او اللي بنسميها كلمه ايه؟ قال لي كلمه صوديوم انفلكس، دخول الصوديوم. طب ايه رايك ابتدي اغير من الممبرين بيرميابيليتي؟ اي حاله هتاثر على الصوديوم بيرميابيليتي هتاثر على ايه هنا في النيرف؟ هتاثر على فتره الدي بولاريزيشن، فتره دخول الصوديوم وفتره اللي هي الاسندنج ليمب وفتره الدي بولاريزيشن، وبالتالي هتاثر على الاكسايتابيليتي بتاعه النيرف. طيب كل الفاكتورز اللي هتأثر مرة بالزيادة أو تأثر مرة بالديكريز البرميابيليتي. طيب في حاجة اسمها اللوكال أناثيتيك. إيه اللوكال أناثيتيك؟ أنت ممكن تروح لدكتور فيكون عندك مشكلة، عملت جرح جامد، إيدي اتقطعت، هخيط الجرح ده بحقنة، بحقنة دي لوكال أناثيزيا. لوكال أناثيزيا يعني يقول لك أعمل لك تخدير موضعي. تخدير موضعي يعني هنا هيبتدي يعمل إيه؟ هقول لك هقفل الفولتج جيتد صوديوم تشانلز، همنع اللي هي إيه؟ حدوث الدي بولاريزيشن. فانا كده انت مش هيحصل اللي هي الاشاره بتاعتي او الاكشن بوتنشال، فانت كده ايه مش هتحس بالخياطه اللي انا هعملها. اللوكال انستيتيك لايك ايه؟ الكوكينز اللي موجود عندي او اللي هي الكوكايين اللي هو بستخدمه كلوكال انستيزيا، بيقلل ايه؟ اللي بيقلل من الصوديوم انفلكس، قلل من دخول الصوديوم، فبالتالي بيعمل ايه؟ بالتالي بيقلل من الاكسايتابيليتي بتاعه النيرف. هنا قلل الاكسايتابيليتي هنا لانه قفل الفولتج جيتد صوديوم شانلز، فما فيش اشاره عصبية بتوصل، فأنا مش هحس بالدكتور وهو عمال بيخيط لي الجرح اللي موجود. طيب إيه تاني غير اللوكال أنستيزيا؟ قال طيب تعال نشوف حاجة ممكن تكون عرفتها في الانترودكشن. لو زادت الأيونايزد كالسيوم آين، الكالسيوم عندك في جسمك موجود في كذا صورة، منها الصورة اللي هي كلمة ايونايزد اللي عليه اللي هي التشارجز دي. طب وش معنى بقول لك اللي عليه التشارجز؟ ما انت شوف الصوديوم هو كمان عليه بوزيتيف تشارج، لو والكالسيوم ده اكسترا سيلولار، موجود بره اكسترا سيلولار. طيب لو حصل كلمة هايبر كالسيميا، يعني ايه كلمة هايبر كالسيميا؟ زيادة اللي هي الايونايزد كالسيوم اين اسمها هايبر كالسيميا. هايبر كلمة هايبر يعني زيادة، عندك كلمة ايه؟ كلمة اللي هي هايبر، هايبر يعني زيادة. كالسيميا اللي هي الجزء الاول جاي من كلمة اللي هي الكالسيوم، وايميا دي اللي هي البلاد، يبقى هنا زيادة الكالسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد، يعني بره السل بقى فيه كالسيوم ايه؟ كالسيوم زيادة. طيب يبقى لما بيزيد الكالسيوم بره بيعمل بيعمل ايه؟ بيعاكس اللي هي الصوديوم، عشان ده بوزيتيف وده بوزيتيف، فبيبقى في تنافر بينهم، فبيبقى بيقلل من البرميابيليتي اوف صوديوم انسايد الممبرين. يبقى البرميابيليتي اوف ممبرين اللي هي او النيرف فايبر للصوديوم بتبتدي تقل، فبالتالي الاكسايتابيليتي بتقل. الحالتين دول اللي معاهم انت قللت من دخول اللي هي او قللت البرميابيليتي بتاعه الصوديوم، ممكن نسميهم كلمه ايه؟ قال لي ممكن نسميهم كلمه اللي هي ممبرين ستابلايزر. يعني ايه كلمه ميمبرين ستابلايزر؟ يعني انا خلاص انا هنا عملت استابليش، ستابلايزر يعني استابليش، يعني ايه؟ وقفت حاجه، ثبتها، منعت دخول الصوديوم، منعت انه يحصل دي بولاريزيشن، قللت من الاكسايتابيليتي بتاعه الميمبرين، فسميهم اللي هم ميمبرين ستابلايزر. يبقى الحاجات اللي ريليتد للصوديوم، الصوديوم من اهم الحاجات عندي في الاكشن بوتنشال، عمل لي دي بولاريزيشن فيس. الصوديوم ده هنا الحاجات اللي تقلل من اللي هي ديكريز اللي هي البرميابيليتي اوف ميمبرين للصوديوم، وبالتالي تقلل من الاكسايتابيليتي، سميتها ميمبرين ستابلايزر. اللوكال انستيتيك لايك الكوكين، وزياده الايونايزد كالسيوم، وكلمه زياده الايونايزد كالسيوم اتفقنا بنسميها كلمه هايبر كالسيميا. هايبر مين؟ انكريز الكالسيوم في الاكسترا سيلولار، او اللي هي كلمه ايميا دي هتعرفها بعد كده كلمه بلاد. يبقى لما يقل هنا بيعمل ايه؟ بيقل، لما بيزيد الكالسيوم بيقلل برميابيليتي للصوديوم، فبالتالي بتقل اللي هي الاكسايتابيليتي، ودول خلاص ممبرين استابلايزر.
طيب ايه الحاجات اللي تزود البيرميابيتي اوف ميمبرين للصوديوم؟ مين اللي هيزود؟ قال طب نعكس هنا، كنت بتقول لي زياده الكالسيوم، طب ايه رايك لو احنا عملنا ديكريز الكالسيوم؟ ديكريز الكالسيوم هنسميها كلمه ايه؟ اسميها عشان تيجي في الام سي كيو كلمه هايبو، ادي هايبو يعني ديكريز اللي هي كلمه هايبو، ونقول هنا ايه اللي هي كلمه هايبو، ادي اللي هي كلمه كالسيميا، كالسيميا اللي هي كال دي اللي هي الكالسيوم، واميا اللي هي في البلاد، فنقص اللي هي الكالسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد. عندي هنا السيل وادي الكالسيوم بره بقى قليل، الكالسيوم بقى قليل يبقى الصوديوم خد فرصته انه يتواجد بمزاجه ويبتدي يزيد البرميابيليتي بتاعته. يبقى هنا ايه الحاجات اللي تزود البرميابيليتي اوف ميمبرين؟ اول حاجه اللي هي لما يقل الايونايزد كالسيوم، ديكريز الايونايزد كالسيوم وانت طالب في سنه اولى لسه ويجي لك في الام سي كيو، تبقى عارف انها كلمه هايبو كالسيميا، اكتبها جنبك كلمه هايبو كالسيميا، هايبو يعني ديكريز، واميا يعني ديكريز الكالسيوم في البلد او في الاكسترا سيلولار فلويد. قال لي برضو في دراج كده وممكن تسمع عنه في الفارما، فيرا تردين. فيرا تردين ده ماده بتبقى موجوده كومنلي في البلانت في اللي النباتات، ولو خدناها بتعمل ايه؟ قال لي برضو بتاثر وبتزود الممبرين برميابيليتي للصوديوم، وبالتالي برضو بتزود اللي هي اكسايتابيليتي، وتعمل رابيد ديبولاريزيشن زيها زي مين؟ زيها زي اللو ايونايزد كالسيوم ايون. طيب لو قل الصوديوم نفسه يعني ايه يقل الصوديوم؟ يقل الصوديوم يعني كلمه هايبو ناتريميا، فسرها لي دي. هايبو انا عرفت بقيت معناها ديكريز، والان ايه ده الصوديوم، وايميا يعني في البلاد. طب لو قل اللي هي الصوديوم بره السله، وانا رسمت اللي هي الممبرين كده وحطيت اللي هي الصوديوم هنا بقى قليل، الصوديوم بقى اقل من الصوديوم اللي موجود، مش اقل بقى بس هنا قل، يعني الكونسنتريشن جريدينت عندي قلت. فلما بفتح الصوديوم التشانلز بيبقى اللي هي كميه الصوديوم اللي بتدخل انسايد الممبرين بتبقى قليله. طيب وده هيعمل ايه؟ قال لا ده هياثر. ياثر على ايه؟ قال لي هياثر على السايز اوف اكشن بوتنشال، هياثر على سايز اوف اكشن بوتنشال. ايوه لان انا بقيت هنا ما عنديش اللي هي الكونسنتريشن جريدينت اللي هي النورمال الطبيعيه بتاعتي، فبالتالي انا مش كميه الصوديوم اللي دخلت هنا زي الاول، لان في نقص في الصوديوم بره الخليه، نقص الصوديوم بره الخليه اللي سميته كلمه هايبوناتريميا، يبقى هنا قلل السايز اوف اكشن بوتنشال. طب يقول لي طب نشوف الريستنج ميمبرين بوتنشال، لما الهايبوناتريميا حصلت هتاثر على الريستنج ميمبرين بوتنشال؟ قال لي لا، الريستنج ميمبرين بوتنشال يتاثر اكتر بمين؟ يتاثر اكتر بالبوتاسيوم، لان البرميابيليتي بتاع الريستنج ميمبرين بوتنشال للصوديوم كانت فاكرين كانت قليله عندي، ما هواش المين او السلكتيف برميابيليتي اوف ميمبرين كانت لمين؟ كانت للبوتاسيوم. الميمبرين برميابيليتي اكتر لمين؟ للبوتاسيوم، هي اللي كانت مأثره اكتر على الريستنج ميمبرين بوتنشال. فعشان كده تلاقيه مكتوب عندي ايه؟ ان هو ياثر، هايبوناتريميا تاثر على السايز اوف اكشن بوتنشال، لان انا قللت الكونسنتريشن جريدينت اللي بتحرك فيها، في كميه صوديوم اللي هي اقل دخلت، فالسايز اوف اكشن بوتنشال بيبقى ايه؟ بيبقى اقل. لكن الايفكت على الريستنج ميمبرين بوتنشال قال لك ايه؟ لا، الايفكت على الريستنج ميمبرين بوتنشال يبقى قليل، لان هو مش هو الايونز اللي البرميابيليتي بتاعته عاليه. طب لو جيت قفلت تماما الصوديوم اللي هي قفلت الصوديوم تشانل، قفلتها، طب انا قفلتها يبقى انا ما فيش صوديوم تشانلز هتفتح، ما هقدرش من اساسه اعمل اكشن بوتنشال، منعت الاكشن بوتنشال، منعت او قللت الاكسايتابيليتي. خلي بالك من الحاجات دي، مهمه جدا في الام سي كيو، اللي هي التيترو ديتوكسين ده فيري امبورتنت وبيتكرر كتير، ده بلوكر اللي هي الفولتج جيتد صوديوم تشانلز، قفل الفولتج صوديوم تشانلز ما بقاش عندي لا اكشن بوتنشال ولا عندي اكسايتابيليتي. طيب كلمه هايبوناتريميا تاثيرها ايه؟ هايبو يعني الصوديوم اللي هي بره السيل قل، فالكونسنتريشن جريدينت قلت، اندفاع الصوديوم بيبقى قليل، السايز اوف اكشن بوتنشال هو اللي يتاثر، لكن الريستنج ميمبرين بوتنشال مش هيتاثر قوي، يعني مش هيبقى بريدكتد يعني مش متوقع ان انا الاقي تاثير عالي، لان هي الريستنج ميمبرين بوتنشال بتعتمد اكتر على مين؟ قال لي بتعتمد اكتر على البوتاسيوم. طيب مين الفيراتردين؟ تحفظه هو اللي هي اللو ايونايزد كالسيوم ايون، اللي بيعملوا ايه؟ اللي هم دول اللي ليهم علاقه باللي هي زياده الممبرين برميابيليتي للصوديوم، وبالتالي زياده الاكسايتابيليتي. مين الممبرين ستابلايزر؟ اللوكال انستيتك وانكريز الايونايزد كالسيوم لانه منع دخول الصوديوم، واللوكال انستيتك دي بتقفل اللي هي الفولتج جيتد صوديوم تشانلز. طيب ده كده بالنسبه للصوديوم. لو بصيت للبوتاسيوم،
البوتاسيوم الرول بتاعته فين؟ قال لي في الديسندنج ليمب اللي هي في الري بولاريزيشن. ري بولاريزيشن عملت ايه؟ اللي هي في الفيلنج فيس، قال لي هنا اللي هي كانت نتيجه لبوتاسيوم ايه فلكس، نتيجه لخروج البوتاسيوم. طيب تاثير البوتاسيوم هدرسه ايه؟ قال لي ندرس هايبو كاليميا. يعني ايه كلمه هايبو؟ فسرها لي. هايبو يعني قليل، وهنا الكي اللي هي البوتاسيوم، وايميا يعني اللي هي ديكريز البوتاسيوم في البلاد او ديكريز في الاكسترا سيلولار فلويد. طب تعالى كده نبص ونشوف، انا لو هنا عندي بوتاسيوم بره اقل، بقى اقل من الطبيعي، اقل من الطبيعي ده معناه ان البوتاسيوم جوه في الخليه بقى كونسنتريشن جريدينت او الفرق بينهم يعلى. يعلى ليه؟ ما هو انا كان عندي ده كتير، بوتاسيوم كان جوه كتير قوي، وادي ده البوتاسيوم الطبيعي. لما الطبيعي ده كمان يقل يبقى الفرق هنا ايه؟ فرق زاد. طب لما الكونسنتريشن جريدينت تزيد ده معناها ايه؟ معناها مور بوتاسيوم عمال يخرج، بتخرج بوتاسيوم كتير. تخرج بوتاسيوم يعني ايه؟ قال لك يعني بزود البوزيتيفيتي اوتسايد الممبرين وازود من النيجاتيفيتي اللي هي انسايد الممبرين. طب زياده النيجاتيفيتي دي معناها ايه؟ قال لي معناها كلمه هايبر بولاريزيشن. الله، هايبر بولاريزيشن، طب انا كده عارفها على طول، دي زي الهايبر بولاريزيشن اللي كانت عندي هنا. ده الممبرين بعد عن الثريشولد، ده بقى صعب ان انا اعمل استيميوليشن ليه. هيبقى صعب ان انت تعمل استيميوليشن ليه لان الممبرين بقى هايبر بولاريزد والاكسايتابيليتي بتاعتي ايه؟ قلت. طيب قال لك ده المرض ده موجود في بعض العائلات وبنسميه فاميليال بيريوديك باراليسيس. يعني ايه فاميليال؟ يعني في بعض العائلات الاقي ماشي فيها مشكله ان يحصل كلمه بيريوديك فترات من البراليسيس. فترات من البراليسيس فيها الاكسايتابيليتي بتاعت النيرف بتقل ومفيش نيرف سيجنال، مفيش اكشن بوتنشال، وتلاقي الشخص بقى ايه؟ بقى بارالايز، مش قادر يحرك عضلاته. طيب ودي علاجها ايه؟ قال لك علاجها لما بتجيله الحاله دي بنديله انترافينس بوتاسيوم. انترافينس يعني اللي هي بديله ايه؟ بديله في الفين السايت اللي هي في الوريد، بديله حقنه في الوريد بتاعي، او اللي هي الانترافينس زي ما انتم عارفين او سمعتوا، بدي حقنه ايه؟ حقنه البوتاسيوم. وطبعا اندر ايه؟ اندر ايه؟ كير، كير جامد زي ما هاخد في الكارديو فاسكولار. عشان ايه؟ عشان المشاكل بتاعته. يبقى هايبوكاليميا معناها ايه؟ قال لي هنا كلمه هايبوكاليميا معناها ان انت عندك ديكريز في البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد. طيب لما قلل البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد ده عمل ايه؟ قال لي ده بالتبعيه بيزود الكونسنتريشن جريدينت. ازاي يعني ايه زود الكونسنتريشن جريدينت؟ قال لي ان البوتاسيوم بتاعي كتير جوه وده بقى ضئيل قوي بره، الفرق بيننا بقى كبير، فده معناه انه يزيد الديفيوجن اوف بوتاسيوم من جوه لبره النيرف. يبقى ده لما خرجت بوتاسيوم هنا بقت البوزيتيفيتي بره كتيره، بقت النيجاتيفيتي جوه عاليه. النيجاتيفيتي هنا عاليه يعني عملت هايبر بولاريزيشن. على طول تحط ايدك وتقول لي دي شبه الهايبر بولاريزيشن، ايه اللي عندي هايبر بولاريزيشن؟ يعني خدت الممبرين اوي بعيد عن الريستنج ممبرين بوتنشال، بقى في صعوبه ان انا اوصل للثريشولد ليفل، صعوبه ان انا اعمل اكشن بوتنشال، يعني معناه ان الاكسايتابيليتي بتاعتي بتقل. قال بنلاقيه في بعض الحالات اللي بنسميها اللي هي الفاميليال بيريوديك باراليسيس، وده بنقول عليها ان في اللي هي مش قادر يحصل كونتراكشن، كان في باراليسيس. الباراليسيس ده حاجه بيريوديك لفترات اللي هي بسيطه، والحاله دي عالجناها بايه؟ بان احنا بنديله انترافينس بوتاسيوم علشان كوريكت اللي هي ايه؟ اللي هي كوريكت المشكله ونقص البوتاسيوم. قال لك طيب العكس، طيب لو انت فهمت الهايبوكاليميا تعكس وتقول لي الهايبركاليميا. هايبر يعني ايه؟ قال لي هايبر يعني انت عملت ايه؟ قال لي عملت زياده في البوتاسيوم اوتسايد الممبرين. طب ده كلام جميل، تعال نشوف هنا لما زاد البوتاسيوم اوتسايد السيل، ادي الممبرين وبقى عندي اللي هي هايبركاليميا. هايبر مين انكريز، والبوتاسيوم في الاكسترا سيلولر. طيب البوتاسيوم بره زاد وادي البوتاسيوم جوه هنا زي ما هو، بس الكونسنتريشن جريدينت بتاعتهم اخبارها ايه؟ قلت. ده بيقلل من الديفيوجن بتاع البوتاسيوم اوتسايد، ده معناه ان انا حجزت بوزيتيف اين انسايد الممبرين. حجزت بوزيتيف اين يعني معناها ان انا عملت ايه؟ قربت الممبرين بتاعي من الثريشولد، يعني عملت دي بولاريزيشن. يبقى زياده البوتاسيوم في الاكسترا سيلولار فلويد عملت ايه؟ خلت الممبرين بوتنشال كانه ايه؟ اللي هي دي بولاريز،
كأني هنا بقربه من الثريشولد بوتنشال. طب ده معناه ايه؟ قال لي ده معناه ان في زياده في الاكسايتابيلتي. ليه زياده في الاكسايتابيلتي؟ كلمه ان انت حجزت الشحنات البوزيتيف يعني قللت النيجاتيفيتي انسايد الممبرين. قللت النيجاتيفيتي، لما بقول كلمه قللت النيجاتيفيتي يعني ماشيه ناحيه البوزيتيف، يعني عملت الديبولاريزيشن، فمعناه ان الاكسايتابيلتي زادت. طيب لو انت رحت قافل البوتاسيوم شانل، قفلت البوتاسيوم شانل، ده مين اللي بيقفل البوتاسيوم شانل؟ التترا ايثايل امونيوم. تترا ايثايل امونيوم ده الماده اللي هي تاخدها برضو في الفارما دي، بتقفل البوتاسيوم شانلز. لما اقفل هنا انا كنت البوتاسيوم محتاجاه عشان ايه؟ محتاجاه عشان الريبولاريزيشن. لما اقفل البوتاسيوم شانلز الريبولاريزيشن ياخد فتره طويله على ما يحصل وارجع للريستنج ممبرين بوتنشال، لان انا عندي ايه؟ انا عندي هنا في حاجات تانية هتاثر، في هنا صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب بتشتغل، في اللي هي الاذر اللي هي الانورد شانلز، في الليكج شانلز، ممكن في بوتاسيوم يخرج. انما هنا انت قافل الفولتج جيتد بوتاسيوم شانلز، فانت كده هتاخد وقت طويل على ما ترجع الدنيا ويحصل ريبولاريزيشن. طب هل الاقي فتره هايبر بولاريزيشن هنا لما اقفل انا البوتاسيوم شانلز باللي هي التترا ايثايل امونيوم؟ لا مش هلاقي، اصل الهايبر بولاريزيشن دي لازم خاصه بالفولتج جيتد بوتاسيوم شانلز اللي اتاخرت في قفلها. فيقول لي لما يحصل وتقفل اللي هي البوتاسيوم شانلز يحصل برولونجد ريبولاريزيشن بات نوت هايبر بولاريزيشن. الهايبر بولاريزيشن اختفت عندي من اللي هي من الاكشن بوتنشال. يبقى دي اللي هي التترا ايثايل امونيوم. يبقى انت تحفظ تترا ايثايل امونيوم ده مين؟ ده البلوكر فور ايه؟ اللي هي البلوكر فور اللي هي البوتاسيوم شانلز. طيب والتترو دوتوكسين ده كان بتاع مين؟ كان بتاع اللي هي الصوديوم شانلز. وده كده هتلاقيها مهمه جدا وهتلاقيها في ام سي كيو كتير جدا. اخر حاجه عندي مين؟ قال لي اخر حاجه الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. هل الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب رسمت حاجه في الاكشن بوتنشال؟ قال لي لا ما رسمتش حاجه في الاكشن بوتنشال، لكن اتفقنا ان من غير صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب لا يمكن اقدر اعمل اللي هي الاكشن بوتنشال، لان انا محتاج باستمرار الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب تبقى شغاله وترجع لي الكونسنتريشن لوضعها. فانت هنا لما تقول صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب انا عايز برولونج ديوريشن، عايز فتره اقفل فيها الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب، مش مجرد اقفلها لفتره بسيطه وكده اقول لا ده بدا يبان تاثير، انا عايز فتره علشان يبان تاثير. طب ايه التاثير اللي هو هيحصل؟ قال لك هنا هتاثر على الريستنج ممبرين بوتنشال ولا مش هتاثر؟ اه دي هتاثر. ليه؟ لانها كانت مسؤوله عن ماينس 4 ملي فولت، يعني كان الريستنج ممبرين بوتنشال اللي هو ماينس 90 ملي فولت كان منه اللي هي ال 86 ملي فولت نتيجه للبرميابيليتي اوف ممبرين او الباسيف ديفيوجن مينلي للبوتاسيوم ومعاه الصوديوم، وكان 4 ملي فولت المين كان 4 ملي فولت للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب. فلو اختفت الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب الريستنج ممبرين بوتنشال بتاعي يبقى ايكوال ايه؟ ايكوال ماينس 86 ملي فولت. طب ماينس 86 ملي فولت ده معناه ان انا بتحرك ناحيه ايه؟ بتحرك ناحيه اللي هي البوزيتيفيتي. بس الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب لما تقف لفتره طويله يبقى هي هنا ده هو قلل الريستنج ممبرين بوتنشال، دي معناه انه قل من ماينس 90 بقى ماينس 86 ملي فولت. طيب والاكشن بوتنشال والاكسايتابيليتي؟ ما انا قلت من غير شغلهم مش هيحصل ريستور للكونسنتريشن جريدينت فور صوديوم اند بوتاسيوم، وبالتالي هيبتدي يقف الاكشن بوتنشال وهياثر على اللي هي الايه؟ الاكسايتابيليتي. وتبقى دي اخر جزئيه في اللي هي الفاكتور افكتنج الاكسايتابيليتي واللي هي الاكشن بوتنشال، ودي من الجزء المهم جدا في الام سي كيو بيجي كتير. ويا ريت لو سمعتوا المحاضره وعايزين اي سؤال او استفسار تقولوه قبل ما اسجل اللي هي المحاضره الاخيره ان شاء الله بتاعت بكره.